الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين نكسو جري تفسير سورة الأنعام بين نكسو جري وحين نتشغني آيات بقول يافر يطبان يا آيات بقول يشن يطبان أين لقبدك وهذا لقبيني رحي وحين نشغي الله إنو يهي حكم عدك لإن حكم لقدك تنا إني أهين نبينا صلى الله عليه وسلم سيدا سأل لقوي لكده أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مركا حكم كحقه هو الله حكم كان إله إلو كريئيه أي أدلة الشيكس ولا يشرك في حكمه أحدا نهينا وأصارورتك أو قراءة لوحة الآخرية السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا ولا تشرك بالخطاب والجزم فعل كلا جزمي ولا ذا الناهية لقديقه يعني هل لو ذا تشين إلهي حكم كي سعيد النبا هل لو ذا تشين ما معنه دعية ولا جزمي مركب وحين نغنى سايدنا النهي بين نغنس إن الحكم إلا لله الله وحي الحكم كو حؤسقنا ضي وقرى الله عدك لأ مصغنا وهذا سوت النبي صلى الله عليه وسلم ليل حكم كدكتا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شوابتي ذو وحي تاي رسولك صلى الله عليه وسلم وحوك حكم اياه وحكمك الهي وبأمر من الله بك حكم اياه من يطع الرسول فقد أطاع الله سيدو آياتك لبا الله كجري كوكت صار رسولك صلى الله عليه وسلم أطيع الله وأطيع كطاع ذا رسولك صلى الله عليه وسلم لا أطيع وطاع لله حكمك رسولك صلى الله عليه وسلم أقبلات لا أقبلانا وحكمك الهي ولا أقبلي مركا الله اي حكمك اه الله وحو حلال يا حلال وحو حرام تنمي حرام وحو واجب يا واجب واجبنا وحا حكمك شرعك ان له قاسمه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون حكمك الهي عدي لا تغنى قال نمو اما كفر اما فسق اما الظلم اي ايمانس سيدا صدح ايه سوره المائده ان صوم الريب اي شيء مركا استفهامك وحو دعيا انكاري بو دعيا كما انه نقول يا اذا الله هين كيلن ما يحكم اي معنه دعي ايات كهريسن صمري ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون سين سو شيغنا waxay ku cadfantahay qururan ba lagu cadfa markay qururan ku cadfantahay macnuhu wuxuu dhacaya afarta arimba afartuba inay yihiin wax marka ka dhalanaya شيطان هو وحي يسوع وحيوني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي ليغروهم سيودقان مركزين وحي قصي عطفا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ينوي إلى تدرادي القلبية هو أن آخر الرومينين بمعنى قال هذا قلبية ينوي إيشان درادي ينوي كره للنقضان باطل كاس أما غرور كاي كره للنقضان أما زخرف القول كاي كره للنقضان أي تشعلادان وليقترفوا ما هم مقترفون يسيأو كسبان وحي كسبان أيين ودن بيال أه مركا علماذا وحي يلاهدين أفرت أرين علادة لقردقاي بمعنى التعليلي وحي سيهين قارسيك لدالنايا أو مدبا مد سببايس دقستا إدقايان وحي سببايسا إنه قلبية ذا قالدو إيشان قلبية ذا دو إنه إيشان وحي سببايسا إنه تشعلادان وكرهال نقدان إنه تشعلادان وكرهال نقدان وحي سببايسا إنه كسبدان والدنبية ذلك مدن مركا وحي الهدين وأفرع الله استبتشوه هذا نصر نغنى أيضا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الله هو كسودك يا كتاب كقرآن كحال مفصل يهي مفصل كالبا تفسير بالصار وإلا يلهدو حلقات الماما يا والا كالقيقية ومربا إنبا لسودك يا سقو مفرقة سيده والا مفصلا تفسير كلابا دوحو يهو أكثر كعلماء أي مرين مفصلا بمعنى مبينا حال عدي يولا كالساري ولا بيامي لابا تفسير نوحا أرجحا معناها الضمب وأه مفصلا أي مبينا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير فصلت ولا بيامي لقت المامي ومن مبينا لقيام الله نوحو ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مركا كتابك القرآن كوح والبوا عضيني حلاش يا حرامت حق يا باطل كأي كلا عضينا يا توحيد كي قال لمدو كلا عضينا يا أحكامتي وحول بوا عضيني كوي كتاب كلا السيئي وقرنا يان إنو قرآن كان هاي مدل لغا السودك يا حق ربي وحان اللوش إذا كوي كتاب كلا السيئي يهودي النصارى علماء دي بالغة المامي
اليهود والنصارى بالوجيه الكتاب انا وحلوجي اذا جنس الكتاب وكل رموبه يلا بدي كتابه الا اسكو كتاب لما سين كلا لبا كتاب لا سي مركا اشا كجرتا جنسيه يعلمون انه منزل من ربك بالحق قول ضعيف وحلي هي والذين اتيناهم الكتاب وحلوجي اذا امضى لفتيده وحي مثالين ايان ابو بكر اي عمر اي فضلاء الصحابه وقرن ايان انه قران كان هي منزل من ربك لكن شملذني قرانك وكسر نغنغطا ان لقوا الرمى يعد كتابك لسي مركا الظاهر سيدا موقتا وحوية مفسرين تبدن كودنا مرين ان لقت الماما يا اهل كتابك ان لوشي مركا وقرن ايان اهل كتابك انه قرانك منزل يهو حق ربي لقى سودة شيء حقه يهي وقرني واضع كلنا والينا قلت المامي معناها النعاس قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم على مثله وحلوش ذا عليه ومثل بوحي علماء ذو الهدين وحلقت المامي مزيدا للتوكيد نيت فلا تكونن من الممترين هكم إذ نغنن وهكم إذ نغنن وهكم إذ نغنن كوا شك السنة كم نغن يلا خطابي بعض أهل العلم وحي له وحل له خطابي وخطاب كوا دعيا لكل ما يتأتى له الخطاب متكستوا خطاب كوا يمنكره أي كوا دعيا وعام شخص والبقار كسال الله الضياء وقول قول كلا بادو حولي هاي ما وحل له الضياء النبي صلى الله عليه وسلم مركا لفت هذا علماء وحي له هدين النبي مرنا ومصورة قال له هاي نشكيه كوا شك السنة كم مده هاي مرك عيد وحلقنا هي يقول لقى الرهبينا وعادة ليقانا وحان حاصل هين أي النهي قال للربائن لقو حصل يوم وأمرك أما النهي ومرك السوء روران شيئا حاصل هين بل الدون يا إنو كحصل أمركا أما النهي هذا الكمرك على مدك هل ليانا خبر يا إنشاء وقيبنا يا وحي لهذان هذا لنا تحصيلك وحان حصل يا كما حبنا مرك أريقا إهرو شري مرك شيء حاصل شيء كاوح الله يرادا خبر با الله يرادا والإخبار عن الواقع واحد شراء يا الله قور رميا مركا واقع هدو وافق وح الله صدقي رن هدو واقع خلافنا وح الله يرادا كذب وح الله يرادا بين هذلنا سيدي سوح مركا حاصل وأماها وح الله دون يا طلب كلا طلبا يو أما طلب ترك أما طلب فعل إنو كحصل على الربا كدعو إشكالك مركا إيمانا يا وحيطان هدي لا يراد النبي صلى الله عليه وسلم بالغ الخطاب يا ممترين تنا الاكسون يا هين النبي كم ذا هاير ان مرنا بشك اثنين دي قاعده دي لو يقان انه هي خلاف سنت انه هي وخ لو يقان شيء ان حاصل اهين وتركي سو ان اهين مد حاصل اه با وخ لا ربا ان لا تغو مركا ان شاغان بو كحصليا امر كنا والله مد والا شيء حاصل هدي لا يراد هل حاصليو تركي مركا بحاصل وشرة هدي اللي يراه هذا حاصلية توحي نغني سمين باب تحصيل الحاصل شيء حاصل وشرة إلا حاصلية سورة قال لما هاي لها شيء مركا شرة ترسي أمر قال لما يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين تقوى دي وحاصلة هذا نوع الأمر عدم طاعة الكفار والمنافقين نوع حاصلة هذا نوع لغرهبه إنه منافقين تأيه قال هذا إنه أطيعه ولغرهبه أنا ماذا قاركود مركا وحيكا قد شوابين سيقض وهبا وكاتو النبي صلى الله عليه وسلم إنه قل هذا الله يأي إلا كوح النقون يا والمراد وغيره مراد كان لوغت شيدا النبي معها غير كبا اللوغت شيدا يا أمدا اللوغت شيدا وأنا أسلوب لغة العرب لو يقاني من باب إياك أعني واسمعي يا جارة يعني نعاس وكلا أي نغنس روح با هذا الكاء لقوتشي هين اياه عد كلانا مراد اهل لوتشي مركا ساسي كوحن بارين مركا علماء وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وعندما يستر انتو كامل بين نغطي اول بناقص ما هين وحلقت الماما اياه انا يوحوي تمام كيدي انو مركا ظاهرين تمت من نقص ما نقص اول بوا كمان كلمات كي ياهي بعندما يستر مي أو حيهن قار نقصان كمرن عيب كمرن خلل كمرن بين كمرن ظلم كمرن جهل كمرن أي مركا يهين كلمات كإلهي صدقا وعدلا حال الكلمات كإلهي يهين صادقة مثل رشي قيسايت وعدلا يحال تي عادلة مثل عدالتك السقن
وصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. حق أخبارته ورن وخبر كستو كلمات كإله إلا قشيغا ما هذا الكإله إلا قشيغا إن نبا وح بين مالين وانا عدالته حق أحكامتنا وعدالته وح ظلمي وكمرين وصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. علماء قاركود وحي لهذين صدقا وعدلا وتمييز وانا تمييز المحول عن الفاعل وانا سيد الجلالين كمركا مري سوى مفسرين كلا الراعي والطبري كمديهين أي وجه مري. علماء قاركود نتاوى النقديين أو كمده ابن عطية وغيره أو وحي لهذين تمييز لقدقو ولقى في عيان ويا تمييز وحي إبهام قلي أيوب يامي عضيا كلمات كإلهين إن الصدق يهين يين عدل يهين مركو هرم ما يبهم قرين وحي إسكاء هايد مد واضح وإسكاء أرهن قرسومه اللي وعدينا يهين ماها مركا قاضي ابن عطية صاحب المحرر الوجيز وحاوله وغلط إن التمييز تهيل لإعرابه وغلط يعني تمييز ما إن بضن علماء كم إذا وحي مرأينا حال تهي بضن كوحي كحاليا كلماتك أما كلمته أي لقى حالي إلا بضن قرأبه ولا آخرين إلا الشمعيين إلا إفرادين بعض علماء كم إذا وحي كحاليا ربك ربي وح لقى حاليا وسوره بكرتاي ومضاف إليه بها هذه كلماتك وحي مركايهين وصفات كيسي وكلماتك إلهي هذا الك إلهي بكم ديهين هذا الك إلهي نواصفة من صفاتي عندما يصدع استهي والله قحال إنكار لا مبدل لكلماته كلمتها إلهي وح بدل يا متشو هذيت هاي كلماته القدرية يا هذيت هاي كلماته الشرعية كلمات كيس الشرعي قرآن كم إذا كلمات كقدري أنا كلمتها إلهي وحكو إيجادنا يا أمكو أبورا يا أمكو شرسينا يا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكلمات قدرية مركم إذن أبو وح بدل يا متشو وهذه لا يراه لا مبدل لكلماتي محل الأورن يا كلمات كالشرعية صوت بعضها أحكام الشرعية وأحكام بذا إلا النسخة جوابت هذا واحد تهي أدي لنا نسخة يا الله بأن نسخة عد كلام النسخة مركي قرادي كوي لهذين إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي وحل قول النبي صلى الله عليه وسلم وحد كجوابته أني مركا إيما بنانا أو إيما الصورة قل أها إسكا إنا أبدلو عندك إيقا كما بدلي كرو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندك إسانو كبدلي كرين دعتك لإنني عندك إذا كبدلي كرين ولا قرنيا وهو السميع العليم إلى هايوا كمقل كبضن علم كبضن قرآن كآد بيوصر نغرغطا وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير وكان الله سميعا بصيرا آد بقرآن كوصر نغرغطا لكن وحا كتشرا معنى وانا أبا كتشرت والله ينوت الماما يو إلا هاي وايدن أركا وايدن مقليا وايدن أقيا هاي وايدن كورقبا أحواشينا وحكا قرصونانا يسامة جرت وحوالبا وأقيا هاي اسكا إلا ليو كتحدرا مثلا بقر هدو تشري لها حوق بضان أود بضان وشديد البطش قبل شديد درنتاي عدو عروضي أمر كيسا خلافتا إقابتا وعقابات درنتاي آدي آد مركا الله غبقا يو شديد البطشة إذو بيكتو مكرتاين اكشرين تطحين او طالعان ايو هستيسا اكشوغان او لغوان ادن اركا يغو اوغ انو اركو طالعان ايو بغر كاسين او يهي بغر قوة ديسا اي قبشة ديسا اي عقاب تيسو آد ايو درانتو عدة خلافتا عقاب آدو حنون كورو المرين ايو وعدو دور الدل ايو يغو اوغ انو طالعان ايو كور قبا مدعي كرتا اني حرومات كيسا كنت عديان فأوامرتي سي النواهدي ساي خلافان مثلا وحياله مركا حرمات كيسا أها إن لغو حد قدبو ويساق ملك كيسي لفرق الشدو ويساق وحلق حدو ودو مركيسي هبليه سي اللورد فأول للا أقيا هاي إنو كو أركيو ما دعي كرتا تاسينا ندعي كرم والله قرنين ولله المثل الأعلى إلهي أبد واكن الزهن يهي زوجات يدمر نواكن الزهن يهي خلق غدا نوى ملك جيسي وانا خلق جيسي وادو مديسي سقاله وحوا حلالي وحنا وحاران تنمي وحوا واجبي وحوا امري الهي وحكا قرصونان ايسا مجرد البرقس كستا اي اللفظة كستا اي اري كستا اي النوحس كستا اي حركة كستا اي حنشاشة كستا اي اللابها وحا لقو قرصانا ايو اي وحا مركا قريها هستو دا لقو سميني يا وح مال والبلا وسمين إلهي وأقيه وأركاه مال مدوء يا مال إلهي سوى السقمد
الباب هذي للصحر يا هذا للصحر وايسومد وحبنا أنك لو قسمية وحول لها لو قسمية وايسومد وحول بو أجيهاي أريك استوى مقليا أريك قرصونا يا مش وحك استنا وأركيا أضمادي وحول السلاية على سيدنا هيرين مرك الله ينقو ختيما وهو السميع العليم وحلينات المامية السميع العليم وحك اللازم يكرنا يا إنه يدك أبال المرن يسيد ويدك أجيهاي إن خيرا فخير وإن شرا فشر ساسو يدك أبال المرن يا باك دلنس الله حيري أفغير الله أبتغي قل با قدرا بيع علماء ديولادين قل وحاتر هذا أفغير الله معيدا الله أهيم بان أبتغي دونا حكما حال حكم يهي بعض أهل العلم وحيدا غير أي مفعول كن غنيا أبتغي مفعول كيدي حكما نحال بن غنيا بعض كرد قيت تمييز نواتشران حكما عكس قلفت هذا والا بنيو إلا يلاهدو حكما ومفعول غيرنا وحي النقنة يستحال مركا حكم وحكسوغا وحال والتمييز ومفعول وثلاثة أقوال أفغير الله معدن الله أهيم بان أبتغي دونا حكما حال حكم يهي أن رياديا دونا عدن إلهي أهين حكم يهي دونا الماي حاكم لوارن حكم باليدي علماء ذو وحي لهذين حكم أبلغ من الحاكم حكم با كأبلغ سن وكحيل ديران شبضا حاكم وحكم لغو ما إطلاقا مويانا ميدو حكمكو كسو نغضي أمر الفا غبضا وحكمي لكن حاكم وحكم عكرا هل مر هدو وحكمه وحاكم يصدق بمرة واحدة حاكم أما حكم مركا ليكو مرهم لابد أن يتكرر منه الحكم حكم كدعا يا وينو صون نغضا كو مرلباتك حكم كو وينو نغضا عدل عدل وينو نغضا حاكم وحو نغنكرا عدل نوا نغنكرا ظالم نوا نغنكرا مركا حكم وأبلغ من الحاكم وأنا كونك سيئة سيدا ساودين حكم وحيكم يتأسما ذا إله يوانا قبضا لكن حاكم كما مدها نكا أبو شريح مركو النبي أشهد صلى الله عليه وسلم إلا يلاهدو أبو الحكم لا يلاهدو نبي قاسو عليه صلى الله عليه وسلم حا أبو الحكم لقو يلي وحو لقوم كايدا مركا حكم يسولك أي مادان أنك لحكمه لبدا قلبه ورهالين قنشري بمعنى صلح بانكوك لحكم شري صلح هل كان أمبرارو شي صلح إلزام ملي شيء هذا صلح يهي روح الله قم خص بكره رالي أهان شو إنه كأقبلا حيلا قالت كدا عو حكم إذا ضيا شقار كود وقرها الجلا إن يلا هذان ورم صلح بان ودين قادنا مستشير بعران ودين قادنا صلح هذا يقبلا أنا مركا إجمال كامر كوري لهن صلح نو قادة هدا هو كخص بيانه وحيرنا يان ما دام مركا وراء أقبشين مدي الكرتانة وح الله وح نسوتشي دي نصن كايدين ضرورة روح يلي وياي نجيت كلا كلا الله دني تاسس صلح ما شرعونا طريقة ما أقوله طريقة سوى طريقة باطلة وأي حكم إلزام على قد جاي صلح مركا إلزام على قد جاي كرو قف كيف مركا للي هي مال ده حلا يسوق كنا يا أعد حق له هيد بالجاي أبا حق يسين قيب إنه ككعه أي كنسته ده لو ما خص بكره وين الرالي هانشكو أخبره دودوب كمركي هراء وقراضي صلحقنا هي التفصيل كنا وكل دوين مركا لفصلي أو واحد صلحق اللغو سوقاضي للشيقي وإن مركا رالي هانشو دعا لكن ماذا لقود درقين كرماء هذه لقود درقية وحكم بغير ما أنزل الله صلحق شرعه وقال يهي ماها رضائب كل سيئة صلحق شرعه والصلح خير لكن كان يكي خير كأماها ويقف باللغو خصبيا إن مركا لا يلاهدو صلح صنو ما ديرين ساسانو قرانا كما هذي كرتي مركا لابد وإن تراضي كدعا صلح قد تراضي رالي أهانشو وإنو كدعا هذي أنو كدعي وحو نغانا يا باطل وايه وحو يلي لابد قلبوا رالي نغان شرين بوي صدا أنكو حكومي كل رالي نغان شرين نبي قوحو صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا حديث كابو داود حنو عاك ونكسن النبي قوحو كوري صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم إلهي صلى حكما واسم من أسماء الله الحكم لكن ما سأرور الحاكم إن اسم أسماء ده إلهي كم دين هذه اللي إذا أصوت سأرورتين عدك للغو إطلاق كرا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها حلورنا يا أسماء ده قاربا بنان إن عدك للغو صفيه هذا لو تشيدين معنيه إلهي أصغنا ضيبا روحا أصغنا هذا لو تشيد مثلا إن كان أبو الحكم مركي لا يريد
كانه الا ليه حكم اودن ادو ودا ابا يتاسي waxay taadi ku tahay xakamnimada ilaahi abu al-hakam in isaga la yiraada taadi waxay ku tahay marka xakamnimada ilaahi ta kala macnaha maqsuud ah kaanahu illa leeyahay xakam oo dhan daada oo aaba aho id ka xukun wanaagsan ba ma jirtaba macnaheedu marka wuxuu noqonayaa mid aan fiicnayn mowduuca shaahid waxaanu jeednaa in allah huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm afa ghayr allah abtaghi qul wa hatrada afa ghayr allah idan allah ahayn ayan abtaghi raadiyay doona xakaman xaalu xakamiyay oo maxaa xaal looga dhigaya ghayr sawti loodon jiray waa mutawaghila fi tankiib أما ما معرفة ودو ومعنى النكرة تبين لهذا وتشجع حالكم حكم لسي على ماذا قاركود وحي إلى هذا إذا وقعت بين الضدين تعرفت لبش شيء كل الدية هذا يدح نعده معرفة مكان نقطة وقول أقواش على ماذا كمل على هذا بصائق دكتين حكما حال قدوه أما حكما أي من جهة حكم حق حكم مع إذن الله هاي من كدونا كم الدونا يا معنو دعية إذن الله هاي من دونا حال حكم يهي أما مركا من جهة الحكم ينهاتي وهو الذي والحال وحلق حالين يا لفظ الجلالة لقى حالين لفظ الجلالة أي لقى حالين واللفظ الجلالة سألوه حالين يا ومضاف إليه ومضاف إليه مركا وحلق حالين يا وحول لها شروط بولها سيدة مشهوركا جوابت هذا واحد على ماذا قاركود وحي قبان مضاف إليه على الإطلاق با وحلق حالين كراوان الرأي السيبوي وشيك كلاوحو يهي waxa laga xaalayn karaa laakiin waxa looga xaalaynaya hadda waa saddex nooc oo loo galaabo soo gali wala tujid xaala min al-mudaf ilah illa idha iqtada al-mudaf 'amala aw kana juz'a ma lahu udifa aw misla juz'ihi fala tahifa marka waxay noqonaysa illa idha iqtada al-mudaf 'amala yaani allah waxa ku amal faraya gheerka oo bimaana mughayir buu dhacaya bimaana mughayir marka u dhacana ismu fa'il buu noqday lafdigiyo معنى اسم فاعل إليه اسم فاعل كنا مضاف إليه سوى عمل فريد عمل فلك وحلقت الماما يوحى أن جرأ هين هذا أي لقت الماما ويعمل عمل فعله سبعة مغاير نوحى كم تهي تضبض عمل فلا يعمل فلك فعل كي سوك وهو الذي والحال الله وأهادي هو الذي كي وأهادي أنزل إليكم الكتاب إذي سودكي كتابك مفصلا حال كتابك لا تفصيلي ولا كلا صارو ولا بيامي ولا عدي أيوة الله كتابك سودك مفصلا وحاله الكتاب لقى حالين والذين كوي آتيناهما نصينا الكتاب كتابك نصينا شنسك كتاب وأهل كتابك يعلمون وقرنا أنه قرآنكم منزل مثل سودك يهي من ربك حق ربك لقى سودك وعلى سودك يهي بالحق ملتبسا بالحق حاله يهي من حق داهن يهي أيها سودك فلا تكونن هنغن انه هنغن هنغن من الممترين كو شكي سنه كم من نغن اي يقين سو غرو ان يعني حقا وعدك سو خطاب كسوره قال يا هي بالغ الخطاب اما النبي ظاهر هان لو الخطاب يا لكن والمراد غيره وتمت كلمه ربك ودميسرنتي او كامل لغته نقصان وكمناتي كلمه ربك كلمه ربك لفظه مفرد بها هذه معرفه له اضافه عموم بفائدينيه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو قرآن الآخر يا كلمات الله يا كلمة الله أدلة إلى ذو حكمة كجر تمحيتاي تعدا إن مركا لو قري مربوضة أن لو قرين لو قري يضع أفرا مبسوطة أما مجرورة تيك عبران علماء مبسوطة ولا عبرا مفتوحة ولا إلى هذا مجرورة ولا إلى هذا مجرورة هو قادن تي مركي سقا إعرابتي وحلم ذاهي حلوتش إذا أن هذا ضرقت التاء المجرورة تأضى الله فري أي اللوتي حكم هذا كتير تا وحي تاين موضع الله يسمو خلافي ما كلمات فبال أخريا نسي كلمة فبال أخريا قراء السبعة هكو كلا قيبسا قاعدة دون وحي تاين موضع كستو تأيغو بيسو هدي الله يسمو خلافي جمعي إفراد الله يسمو خلافي تأضى فرن بالله قراء وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف وكي ابن جزري أرمي وحكستو اسكو خلافي حق جماعي حق مركا فردنما اسكو خلافي ولا بدا وجل لك الاخري قارنا جمع اخريين قارنا مفردنما اخريين واسيدا كلمته وكلماته يا كلمته على اسكو خلاف واسيدا بينته وبيناته يا بينته با مواضع ذا تاض الله فري لا اسكو خلاف واسيدا غيابات اما غيابته غيابه الجبي
غياباتي غيابتي بالاسو خلاف وسيده جمالاته يعني وحوي انواع بدن بنوع كلني ضمان وحاصر ضمان مر هدي جمع افراد ليسو خلافي فيه بالتاء عرف تضافرا مبسوطه هل يراد ام مجروره هل يراد ام مفتوحه هل يراهدي قرال كلو قرايا لو اقون سدو لو غرت مركا كلمات هي كلمه بالاسو خلاف وتمت ودميسر انت كلمه ربك كلمه ربك وعموم صدقا اي صادقه حالي تايرم مدروشيديس وعدلا هي حالي مركاتي عادله مد عداله سمينس اما صدقا وعدلا اي ذات صدق وذات عدل حالي مركا رنما صاحب تاي في الاخبار والوعد والوعيد والقصص كتبها قاركود وعد وعيد كي ارنيا لكن كما قارها صدق وحقل يا خبر أردن أخبارتي محاكمة الأخبار الماضية الأخبار الحاضرة الأخبار المستقبلة وحسوق لي وعدك وعيدك وحسوق لي قصصك كل ذلك وسوق لي خبر عن الله خبر عن الخلق كل ذلك وسوق لي وعدلا أي وذات عدل هي حالي تايمد عدالة الصاحبة وعدلا في الأحكام هذا حلالين حارنتين مين واجبين يعني وحوية أمرس نهي لما وسوق لي لا مبدل لكلماته استئناف في حال بالا بدل القبني لا مبدل لكلماته كلمات كي سميت بدلي ما أهم موجود متشرما وأنا نوعي عموم كان نسك كوها أحد بدلي كلمات كإلهي متشر أيا كان ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه وهو السميع العليم إلهي وكمقل كبدا العليم إعلم كبدا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع هذا أطيع أكثر من كي بدن كيسا في الأرض أرلد كسقنا هذا استقر في الأرض يضلوك وكل من أيان أوك هبابين أيان عن سبيل الله إلهي وددي سيكا هبابين أيان وكل من أيان إن يتبعون من راعيا انتو النافية بمعنى ما إلا الظن ملمو إيه وحكا للراعي ما أيان الظنون ضعيف يا أوهام يا شكيه أي راعيا وإنهم إلا يخرصون معها مويان غير بين شيء انت ضمن والنافي وما بين له معناته خرسك اصلها وحل لا يلهدا ملها وحل قياسا لا يلهدا وحسن لو جيده يخرصون بمعنى يكذبون وبين شيء وايو وحيالها لمليه لا اسك قياسه بدي بواقع ما وافق دو بين بين نقطه ساساودت با خرسي انت لا اطلاق بين تلوجي ان ربك ربك هو اعلم اسغا اقوم بدن من يضل عن سبيله يعلم إلهي وحوق يهي من يضل كلما أي عن سبيله وددس كلما أي إلهي أوق يهي أو يعلم اللو قدروا ليله أعلم بدالوه أما وجه اللباد ليله أعلم من يضل أي عالم إلهي وحوق يهي من يضل كلما أي أوق يهي أو ليله هذا وحلوك هذا بمعنى الوصف أو اسم فاعل بالله فصير يا تفضيل كي الله فصير ما يليده ووجه الله بعد مركز يا ليله عالم الله فصيرنا مفعول إن نصب سطوة دعكرتا أو منت مفعول لما لا أقول لك به وش الصدحات وإلها من باب النزع الخافض هو إلها يعلم يسقى وقوم بدن من يضل أي بمن يضل كل ما يه أي أقوم بدن يه عن سبيله وددي سكل ما وهو إله يعلم يسقى وقوم بذنب المهتدين كو هنوني فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا عنا مما ذكر اسم الله عليه كي لغو حصي مقع إلهي عليه كركيس لغو حصي عنا إن كنتم بآياته مؤمنين إن كنتم هدئاتهم بآيات آيذها إلهي مؤمنين قار رمين يهداتهين عنا وحي لغو حصي مقع إلهي أما انت اللي يراد هو بمعنى اذ او تعليل اه ان كنتم اي اذ كنتم انا اهيدين دراديد اعنا بايات مؤمنين ايات كاله قار رومين يا انا اهيدين دراديد اعنا وما لكم اي اي شيء ثبت لكم حيد سقناضي الا تاكلوا اي في الا تاكلوا ان ايدان عنن محايد كسقناضي ان كلفيا مما ذكر اسم الله عليه كي مقع إلهي لغو حصي عليه أي على ذبحه قورع لقورع لغو حصي إنا عني ويدان محايد كسبنا هذا إذن كلفيا عنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إنا عني ويدان محايد كلفيا والحال قد فصل
وإلهي كلا الصاري أبيامي لكم إذن كيدين عدى يؤذن كلا الصاري ما حرم عليكم كويدن كحرانتني ما يكركين إلا ما ضررتم إلي لكن ما ضررتم إلي هاي الشكل ليدين دبقليو إليه أي لا أكله عنستا عنيسان ليدين دبقليو ضرورة كنسطو أي فهو حلال لكم إساقو حلال بويدين هذا ولا يراه استثناءه ومنقطع أما لا يراه متصل ويهي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضررتم إليه مويان يكي ليدين دباتك ليهي ومنه كم ذكى الله حرمي حيكا لكرد يراضو إسكا إلالي ولما غارنوحا يماذا مستريه وإن لقرد يقاهدين لدونا أيو إن متصل الله الله بيهي استثناء وقت إضراركم إليه وقت يعود بكشان مويان وقت كستبا وإذن كالصار إلهي وحيدين كحرمي في كل وقت إلا وقت إضراركم إليه ألا ماذا قال روحي أن تألف تيدا منقطع كما بحيث مركا نوع منقطع إن منقطع لولق بيه أي سيفي عن بيه لهدين علماء بضن وأنا سيد الجلالين كنا مري مفسرين بضنه أي مرين انقطعوا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا انفربضا وضتك كم دي ليضلون وألو من أيان ضتك لا يضلون يا لا يضلون يا لبذا بل آخرية هذا إلا كرر إلا جذو لا يضلون هذه هي قال لهم يوي لا يضلون وإلا من أيام بلوشيدا أي أن أصدتك بأهوائهم هؤين كذا كل من أيام يوحي شعريه بغير علم حال أقون در كل هاي الملتبسين بغير علم أقون در حال كل هايهم بل من أيام إن ربك هو أعلم بالمعتدين إن ربك ربي ذا هو أعلم إسقاء أقوم بضن بالمعتدين كو أحد قدب إله إسقاء أقوم بضن وذروا ظاهر الإثم وباطنه وذروا كتغا ظاهر الإثم دنبغ كيسا موغد كتغا وباطنه كيسا قرصون كتغا إن الذين كوي يكسبون الإثم دنبغ لئمن يي أسميني سيجزون بما كانوا يقترفون وحلق أبال مرندونا وحي أهايين غار كسبضة أي ألق أبال مرندونا الله حين الشيقية إنه النبي كوري صلى الله عليه وسلم دادا دي عضبضا كعدة أرلاذا كسوغا ويكوها بابين أيانا وددا إلهي بيكالو من أيان مركا خطابكم وحود عيا النبي صلى الله عليه وسلم سوحود عيا الروح كستو كسورة قليا خطابك بعض أهل العلم وحي إلهدين النبي صلى الله عليه وسلم بالغلا خطابيا على ماذا قاركودنا وحي إلهدين وعام أعد كستو خطابك كسورة قليا هالغلا خطابيا أكثر من في الأرض الأرض محلو قتشيدا بعض علماء كم إذا وحي إلهدين وحلوك إذا أرض أرض مكة أيالوك لكن وش إذا ولقف عن يهي وحلقت الماما يا أرلاد أردن الدنيا كلها الدنيا أردن بالو قتشيدا سساودد قولك الصحيح وحن غنيا إن لا يلاهد جميع الأرض بالغت الماما مفسرين تقاربا وحي إليهين واقع النبي صلى الله عليه وسلم لصوت دري أيادتك بدن كود وحي أهايين غار لنسن تخصيصك وقت قال لك قاريه لأيادتك بدن كود وني لنسن آيين دي الصح ما وإن لقى صوت بلاب النبي صلى الله عليه وسلم وقته إلى هاي الصوت دري إلى آخر الزمان مروالب وحب بدن دتك لنسن بابدن إنك وقت قال إنه هده شوقنون دي قاردو إنت دونتي كو صدح لاب ميسا كو أفر لاب ميسا مسلمين عند إسلام نمو قرتي وأشهادتي ده قالوا أنت دونتاي كبدونتاي وحلا إلى ذاتك أرلا ذكر دقن وحلا قش شجع إن اللح بليون يدير أديهم عدا إسلام نوا وأبتر سطعي ده وح النقان يم بليون يوحير إن الله أنت كلا إسلام نوا وما أبتر سبا أما النصارى هالنقدان أما يهود هالنقدان أما مجوس هالنقدان أما شيوعي هالنقدان أما هندوس هالنقدان أما غير كذا النقدان مركب بدن كذاتك أرلا ذكر سقاني ولن سيهين وقت النبي محمد نصار سيهاي أبداً كعدة أرلاذة كسوغاني واللون سنايد وقت يدي كدن بيسان أساسي هاي مركا وحكو قارة وقت النبي صلى الله عليه وسلم تانا وحالقا قادنا حقا إن الدليل أهين كثرضا يفرب بدنه وميزان كحقا لقو ميزان ماها داتو حقوب بدن يهي داتك قار واحد مودين وحكو قياسيان الكلو بدن يهي علقا يابين إلهان ودري واحد يما والا قياس لقو قياس حقا ماها حقا وحالقو قرتا الدلة لقو قرتا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بالله يلي تتكبدن كودو أبد كود داشد بمؤمنين معها بدن كتتكو إنه قاليهم بالينو الشيدي إنه اللنسيهم بالينو الشيدي
فضيل بن عياض وحري يتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين والدوين كهنون كالراع يعني كل من وحبك يالين تدك مركا وضد حق الراعية يران شهاء يريهين واجتنب طرق الضلالة كفق وكديرو والدوين كبادضة ولا تغتر بكثرة الهالكين هكوك تسومي فربضني ذا عدك وهلاك سميس وحق الوغيا سماها فربضني أدلة حق الوغرتها الحق يعرف بدلائله لا بكثرة قائله حق وحلو قرت الدليل الذي سا عدة تلف ربضني ولو ما قرته أدلة أيالو قرت لو أقون صدا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وحكى لما الراعيان مويان شكي يما ريال ضعيف أوهام يا اسمه تسينه أي الراعيان وحلم كل السماء وأباه يبان كسو قاري يا ووغ يبان كسو قاري يا إعادة عن كاهي يا عادل قوي عراء الله إلى هذا ساسان وبرنا يا وحاسي الدليل نغنيس حقا أدلة لغو إيقا أدلة أنا لغو قرتا عادة هذا الشرع خلاف سنتهي وإن لا ترى إلا قوي ساسان السمين شروع ساسان دعي شرتي والدليل ميا يطاي حقا ولغو قرتا أمور وجودية انت انسان السمية ساسي نعضة والدليل ما قربا وحلقا يا بين كلها محاضرة ذي أولياء الله ما بريكره أما حكمة ريانا ما أودان أنك إنتان بريني أي عينك أي عينك نصميين وحلورنا يا تاسي الدليل ماها دليل ماها عمد قربا وحلورنا يا شيخ هبل قبري سانو تقنيو مركزانو لي شيخ هبل هو عوضان مرتكونا هاي عبار بان ميشي سكفر دي نمرك الدنباء السنحية للأردية نلوكينا يا إبسي دعنان أركي هل كاسان استابنا ويدرقني سادورنا يسا مركا أوليادو هداد بريدو وحبكم التريان هدي متساكو قيدا هدو هاوراني اللقومة كينين منادعونين وابعي كرتارين قاسين ودعو لكن شيئا ما يسعين بنانتا ابد بركتي دي شيئا ما يسعين بنانتا هاي وقتي هذا قاركو الشيطان مدو وحي السميان روح السياء باطل كوكسوغان اي وحصو حدان اهل العلم يا قاركو دو حي كتبا قارك قور رمين مدبا عدبو بريي لما طي مركاسا سنحي حلوذا اللو كان سنحي حلوه دعونا يقو حيسليه الشيخ هبل كي أباريدين با سنحي حلوه دا إذن السيي مركي الدنبا وحلوه قادي دكان يمن كويا لا وحلوه دلاء با سنحي وايو لغا صوحضي شيطان با صوحضي شيطان كو وحكوين بو كدوني محور ربا قفكاني قال لماذا يا الشركي قال إنو كسق نادو كو قد قاله أو نارتا لقالو ربا يا هبل كأو بريا كما ورقب بريا ديسا مؤقا وحباو مطرين إساقا أباهن اللي أدعيه وحو أعوده يا مجره وحنا أمطره لكن هذا يدعى الشيطان باوح أصوى حضي ويا شيطان كأوده وحوله يهي يوحي لها ما لها إسكايا اللي بسم الله يعني لقو إلال البابنا أن لوحرين إنو صوحده وأعوده كرا إنو صوحده وأعوده كرا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا استمتاعي إنسي يتشنكو إسكو راحي سنيين بكمتي إسكو الدني سنيين إنسو أديقي يا حق لغو ما قرتو أرن وجودي سيدا سانو السمينو ساسار دعضي حق لغو ما قرتو حق وحلو قرتو أدلة شرعية لا أمور كونية لا أمور وجودية إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إلهي سقا أقوم بضن وحو الباء إسقا قرن إياه عدة وددي سكالنطي معين إنه كو قرننا عدة وددي سكالنطي معين كو قرننا قرآنك يا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السلف الصالح تاسين كقران إلى شيء محاول دليله آية شيء حديث كشيء محي كي إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سلا ما أفهمين لكن هبل بار رياضة يا ساس كل رياضة أما هبل بار ساس سمع يا ساس صار بعضي يدليل شرعي ما آيات كان إلى هاي وحين أقول أمر يا إن لعنة وحين ما جاء إلى هاي لوحص فكل مما ذكر اسم الله عليه وحلو كذا على ذبحه قورع على قورع أيه ذكاة شرعية كي مقع إلهي لقو حصي مقع إلهي لقو قورع أي كاسعنا وحي أن مقع إلهي لقو حصي أم مقع كلا لقو حصي أما بإسك بختييها عننا بختيي لعنا مبنانا وحرام وحي مقع أن مقع إلهي هاي لقو برأيينا وحرام مبنانا حتى ومقع إلهي أدان لقو حصي ولقو برأيين أولا بإلا وكورن أما بأقان لغتكو أهل علم قطاوة يسكو خلافين ومذاهبتكو كالدون مذاهب تقارو حيلين هدي مقع إلهي أن لقو حسن إلا وشي هاللوغتة أما أغان هاللوغتة إلا عنا مبنانا وقول قول لبادو حوليهي ما يلا بضح حالك لسارو
ما إلا وشي اللوغة تق مقعي لها اللوغة برأيو مسبرين اللوغة تق أغان هذه إلا وشي اللوغة تق عذر قارب الله إصايا ومسلمنا وقورعي مسلمنا وقورعي إلا وشينا اللوغة تق هذا مسلم كاسب برأيو مقعي لها يومكو برأيو لها نسيان هذا أرقاس كل عاي نسيانك وعفي ومعفي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أعلم ذا قال وحي كلا فرقنا ين إلا وشيها إيو يبرير إن لوغة تغو يين إلا وشيها لوغة تغو إن مقع إله إلا قبرة يلا الله سيكلا صار يين وانا السيدة مالك يدى الرواية دا مشهور كاه يا إمام أحمد الرواية دا مشهور كاه سيدة يكوتا جنوي قول كلا صدي حدو حوليه مربا هدو مسلم قورعه مقع كلنا آنو كو قورعين ومقع إله أنا هاي إلا وشيها وقع تغو أما عمدا هوقع تغي حلال وي أو مسلم كهذا براي ما قال إلهي مكبراني وأنا سيد اللي جسور يصحاب ذا قارقود عبد الله بن عمر وحكروا لقى الشيخ عبد الله بن عباس وحكروا لقى الشيخ أبو هريرة وحلا قى الشيخ جماعات تابعين تكمدة أو ابن السيرين كمدة وحكوت قى الشافعي وحلا جسور الرواية عن مالك هي الرواية عن أحمد غريب وحاء أنا علماء ذا قارقود إلهدين شيء قال الجور عي أجان ما قال إلهي لوجة جي أنا حرام طاي وإجماع ابن جرير الطبري باوركايلي رأي بانو قبي كسابصا مركي اللبضو إنه خلافان إنه إجماع وحبييري هذا مري اللب خلاف سيهن جمهورك إسكا إجماع بين نغنيسا وإجماع بورنجر على كل حال مري اللبضو كبدا ماشنا إلى الصحابة دي وخلاف كسوطحنا هذا وقال إيها رانيا حاران ويهدان مقع إلهي لغو حسن وحي عسكدين الدليل شدين آيات دلصصع ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه هعوننا وحن مقع إلهي لغو حسن شيئاً مقع إلهي لغو برأينا مقع إلهي لغو محسن مركا الظاهر كنسك آيات دعيان الدليل شدين نبي الهي أنا ماذا كلاواك تشوابين وحي إلهدين عموم كانوا وحلوت شيدا خصوص باللوغة شيدا ووح عضينا يين خصوص لغة شيدا وإنه لفسق بالغة ده شيء مقع إلهي أن لقوح السنة مسلم قور عين لعننا ده فسق معها بالإجماع إجماع علماء يسكوا وافقسيهم بين فسقك وعين علماء رمبا يسكوا وافقسهم إجماعنا وحجة شرعية وامد كلام وحلق الضبك ياني صدح عرين مدواتاس وإنه لفسق طلبات وحيطاي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وحيكل الدوضيين وحيكل صاحب صنع البختلة تصدح هذا وحي تاي وإن أطعتمهم إنكم لمشركون مشركين اللي قلنا غن ما أيه عنتان كلا عنا أيه وحي مسلم جور عي أو مقع إله إلا وي أما برير وقت تجي لكن مقع كلا أنا كبرني أو بري ساس أود وحلو شيء ده أمورات كيهين ها عننا وح مقع كلا اللي قح الصي أما بإسكي وبختي مرات كلو قت شيء ده ساس يده حدث وعسك ذا الشيء جيسا مسلم كمقع إله باكوس غن أضوح الصمع على إلهي بكون حصية لكن حديثها سوى ضعيفة وحبك ما أصحين على كل حال جمهورك وحيلين هدين إلا هو فلو بريري إلا قتقو حلال إنا يتاي جمهورك قبان جمهور أهل العلم جمهورك علماء دساسي قبان الله حيولين وإن تطيع هذا أطيع أكثر من كيبلا كيسا في الأرض أرلد كسق ناضي يضلوك وكل من أيان عن سبيل الله إلهي وددي سيكال من أيان مروح الله إضافي ودد إلهي مرنا وحلو إضافية الرسول مرنا وحلو إضافية مؤمنين مرنا وحلو إضافية سفديس يضع الله الله إضافيني وطن يضع رسولك الله إضافيني وحكم إذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبيلي يضع مؤمنين الله إضافيني ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى يضع سفديس الله إضافيني وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا إلهي وحال الله يضافين يودد إنو تشديهي أو يساقو الشرعيهي الرسول كان وحال الله يضافين عدي ودد الراعي سوه قاميه دي يا إمام كودي مؤمنتنا وحال الله يضافين يودد الراعيان أي الله يضافين حال الله يضافين سبيل الحق إن يتبعون أي ما يتبعون من راعيان إلا الظن ما لمو يوحك للراعي ما يان ما لها وحال الله أوهمت أي الظن يضع الضعيف كأي الشكيضة أي قالت ومرك الراعيان يوحان حجاءهي وحكستان حجاءها إن بوظنك الضعيف كهوي يا شكوكتي سيدة التقليد أعمى وإنهم أي وما هم يأهان إلا يخرصون غار مركا بين شيئا يمه يوحك لما خرصك أصلهان وقدرات دام قياسة وحل قياسة سيدة خرص التمري إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله اسم التفضيل إن لو فسره
ومنتنا الله إضافي محددين علماء وحي الهدين اسم التفضيل بعض من يضاف إليه اسم التفضيل كسيدي السباء وحي الله إضافي هو قيب كمدا هدي لا يلهد فلان أعلم الطلبة هبل لك لا يلهد طلبة إساق أقو علم بضن طلبة هو كتشرا كما بحسنا ومت كمدا وسك علم بدي اسم التفضيل بعض من يضاف إليه لكن لما أرانكرو شيئان ومركا كمد أهين الله إضافي اسم التفضيل لأوي هاي مدعي كرتو هذه اسم التفضيل لا فسره اللي يلا هذا منطق إضافي سنته معنى فاسدة ما شكايمنا يا أعلم الضالين ما شكايمنس عد اللون صنيد بقو علم بدنيهي حاشا وكلا معنى سوى غلط صح ماها مركا وحوي إضافة الله مفسره هذا إضافة دان الله فسره إنسان الله فسره موضوعا ومشكل مفسرين تنعاد بيسرون ما ندافين بعض يوحي إلى هذه المفعول لما هو قادة تمنطة تانا بصرين توحي قبان اسم التفضيل كم مفعول من نصب الصدق رأيك كوفي هذه الوسعون يها وسورو بكرتا لكن بصرين توحي إليه اسم التفضيل مفعول من نصب الصدق ممنوعي كوفين تسوى أقولي علماء غار مركا وحي مرين إلا إلى هذا هو أعلم إله إساق أقوم بضن دبادنا مركا من يضل من توحى اللو قدر يا عامل فعل بان لو قدر يا أفسر أيو أعلم داس هم عنو دعيا يعلم بان لقدر يا إلهي وأبيهي من يضلك كلما أيوك هبابا عن سبيله والدديس إلهي وأبيهي يعلم بان لقدر واتش الله بعض وإليها أعلم اسم التفضيل هو أفسرنا بمعنى عالم أفسر بمعنى الوصف هنا يتعي اسم فاعل أفسر معنى هيد مركا أفسر وبمعنى عالم وي مركا عين كاتل هذا مركا يعلم مركا كل نصبي سيدا أصنع علماء قار كود باب مري واتش كلا علماء قار واحد مرين إلا يلهدو ونزع الخافر أعلم إلهي وهو قوم بذيه من يضل أي بمن يضل يعني عدة مركا اللهم يسا أي أقوم بذيه وأعلم إلي بأك قدبتو أي أدعى سيدا آيات آخر كذا بكو السبن هو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بالمعتدين آيات كلا درسك كتفت إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وحكتمي يضب بأذى لقو قدبنا ربي قاوحو أقوم بذيه بمن ضل عن سبيله كي كل ما يودديس مركا تنوع على هذا إبادة مركا هلا قدر واتشيغا مركا عالم أفسرية واحد شيخ اللي يلاهدي علمك الواردين وحي يلاهدين وحينا مطابق نقونا نوافقين إن آخر كآيات دعاه وهو أعلم بالمهتدين سأل لماذا يسكوا وافقان وإن أعلم أعلم نمو اسم التفضيل الله فسره مركا أوجه دا سي علماء مرين إن ربك رب ذا هو أعلم إساق أقوم بضن يعلم إلهي وأبيه يعلم قدره من يضل كلما أي أبيه عن سبيله ودديس كلما بعض أهل العلم بأن نقدية نسعو الغافة كوحي لذين عامل آن مفعول نصب السنين أي معمول كي نسعو الغافة لقول نصبين أي يدنا مدع دبيل وإن مركور عاملك مفعول نصب الصدا مركاسا نسعو الغافة أي دعضا إن لقول نصبه وهو أعلم إلهي سقع وأقوم بدا بالمهتدين كوى هنون فكلوا عنا مما ذكر اسم الله كل حصي مقع إلهي عليه أي على ذبحه قول عدي صلى الله حصي إن كنتم بآياتي مؤمنين إذ كنتم إنا أهيدين درادين أعنا بآياتي مؤمنين آيات كإلهي قار رمين إنا أهيدين أو إنت اللي إله ذوى بمعنى إذ تعليلية إذ أو تعليل أدعي سيلا معنى أتغضب إن أذنا قطيبة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازمي سأشاعر كبو يلي أتغضب مياد عرون إسا إن أذنا قطيبة حزتا جهارا قطيبة نك اللي إله إن دقيه لقد شريت درادين مياد عرون إسا انت وحوقتي بمعنى تعليلية ولم تغضب لقتل ابن خازم يعني وحي يربى ذو عرون يسأده وحي ويناب الدعاء ذو عرون تاوتش قاع علماء قال وان مريم صابتنا وحي تاي انت الشرطية ضعه غالبا وحي لقى لي شيء لقشك سيها لعتان كيسا ومحقق آن أهيم غالبا لقى لي مؤمنين آيات كإله الرومين يأينيهين ومحقق وأرهن له بو مركا انت الله استعماله شيئا محقق هاي سيلو قلي تاسي وحي كنت توجيهيا علماء قار كود إن يتهي إذ تعليليا إن الله معناتها واتش اللي بعد علماء قاروان مرين وحوية إن ليها إنت الشرطية ذا سيادة اللو دايو لكن من باب التهييج والإلهاب وحلا يلهدو وكعن بلو تشيلا شيء اللي أقيا هاي محقق إنو يهي أيا كعن لو استعمالي سيدة هدي اللي يلهدو إن كنت ابن الكرامي ففعل كذا هدي مركا دوتك شرفت لها هاي مركا وحوية ديغسين تاي كنالين ففعل كذا ساسميه وكعن يا واللوجي هاي مركا إنه يهي ابن الكرام أما إن كنت رجلا ففعل كذا واللوجي هاي رجل إنه يهي لكن وحوي وعرين وكعن لقو كعني من باب التهييج والإلهاب بالإلهاب وشيء كلا مرين وصص أنت إن لا استعماله وشيء المحقق هاي المرر دورين السوشيال
سلم على شيخ النحات وقل له عندي سؤال من يجبه يعظمي، أنا إن شككت وجدتمني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزمي لغزقا وأرنك لغوك أنا وقت قائنا قد عايها الكائن وقلت شوق. والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.